بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية نستكمل مع ميشيل لونغو ونستكمل معكم كومون أمليوري سون إكسبرسيون إكخيت، كيفية تطوير تعبير الشخص الكتابي. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى الأورتوغراف كومون بروغريسي، الأورتوغراف كومون بروغريسي، والإملاء كما لو نقول. طبعا الأورتوغراف المقصود به هو لار ديكخير كوريكتومون لي مو، لار ديكخير كوريكتومون لي مو، إذن هو فن كتابة، إذن هو فن الكتابة بشكل صحيح الكلمات، أو هو فن كتابة الكلمات بشكل صحيح. إذن نتكلم عن لورتوغراف، لار ديكخير كوريكتومون لي مو، أو بيان سي لا مانيير دونت اون إيكخي سارتان مو، إذن هو الطريقة التي بها نكتب بعض الكلمات. إذن نتكلم عن كتابة الكلمات التي تعتبر الوحيدة بأنها صحيحة، أي زيادة في الحروف أو أي نقصان. طبعا نتكلم عن الكلمات التي نريد من خلالها معنى معين، إذن فأي زيادة أو أي نقصان يعتبر خطأ. إذن نتكلم عن فوت دورتوغراف، كما نتكلم عن خطأ إملائي. إذن لورتوغراف المقصود به لا ديكخير كوريكتومون لي مو أو بيان سي لا مانيير دونت اون إيكخي سارتان مو. هنا عندنا الأورتوغراف كومون بروغريسي، والإملاء كيفية التطور، كيف لنا أن نتطور في الإملاء، كيف لنا أن نتجنب الأخطاء الإملائية بمعنى آخر، كيف لنا أن نتحسن في الإملاء. كومون بروغريسي كيفية التطور أو كيفية التقدم. بيان سور بالطبع il ne suffit pas، طبعا عندنا لو فيرب سوفير فعل كفى. نقول مثلا il suffit يعني انه يكفي فقط كذا وكذا ليكون لنا كذا وكذا. مثلا في بعض الاسئله المسليه يقول القائل مثلا il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare، pour qu'elle se sépare. اذا طبعا لو فيرب سو سيباري يعني افترق، لو فيرب سو سيباري هذا فعل افترق. نتكلم عن أشخاص مثلا أو أشياء أنها تفرق نفسها. طبعا لو فيرب سيباري إذا نتكلم عن شخص أو أشخاص يفرق أشخاصا أو يفرق أشياء، إذا هنا نتكلم عن لو فيرب سيباري. هنا عندنا لو فيرب سو سيباري يعني افترق، كما لو أنهم يفرقون أنفسهم. إذا في السؤال il suffit d'un oui ou d'un non pour qu'elle se sépare، إذن ما هي هذه الأشياء التي يكفيها وي نعم ودانو أو ليلا أو ليلا pour qu'elle se sépare لكي يفترق أو لكي يفترق. دو كو ساجيتيل بماذا يتعلق الأمر؟ La réponse ce sont les lèvres. إذن هما الشفتين تكفيها كلمة وي أو كلمة نو لكي يفترق، لكي تنطق كلمة وي أو كلمة نو طبعا لابد من افتراق الشفتين. في سؤال آخر il suffit de la gratter pour qu'elle s'allume، il suffit هو يكفي de la gratter، le verbe gratter المقصود بأنك تحك بالأظافر أو أنك تفرك. إذا نتكلم عن le verbe gratter، إذا il suffit de la gratter إذن يكفي بأن تحكه أو تفركه أو تفركها أو تحكها pour qu'elle s'allume لكي تشتعل. طبعا لو فيرب سالومي يعني اشتعل، أيضا لو فيرب أليمي يعني أنك أنت تشعل شيئا، لو فيرب أليمي أنك تشعل شيئا. il suffit de la gratter يكفي حكها أو فركها pour qu'elle s'allume لكي تشتعل. إذا طبعا لا ريبونس اون ناف لاتر، الجواب في 9 أحرف اون ناف لاتر، إذا الجواب يكون في 9 أحرف. لا ريبونس سي لاميمات، إذا هي عود التقاب، عود التقاب الذي كان مستعملا قبل وقت يسمى لاميمات، يسمى لاميمات يعني عود التقاب. طبعا إشعال عود التقاب يكون عبر حكه على شيء صلب. هنا نتكلم عن il suffit يعني أنه يكفي، إذا عندما نقول il suffit كذا وكذا
pour que لكي كذا وكذا، يعني أنه يكفي هذا الشيء وحده كما لو نقول لتكون النتيجة. لكن الذي عندنا في النص طبعا كما نرى il ne suffit pas، يعني أنه لا يكفي هذا الأمر، لا يكفي هذا الشيء لتكون النتيجة. bien sûr il ne suffit pas que votre texte soit clair et bien écrit، يعني أنه لا يكفي أن تكون نصوصكم soit clair، يعني أنها واضحة، أن تكون واضحة et bien écrit، وأنها مكتوبة جيدا. إذن هذا الأمر لا يكفي، يعني أنه يلزم شيئا آخر. s'ils sont truffés de fautes tout l'effet positif est gâché comme un beau vêtement qui serait maculé de tâches. إذن s'ils sont، إذا كانوا truffés، يعني أنهم محشوين أو مملوئين. نتكلم هنا عن il ne suffit pas que vos textes، يعني أنه لا يكفي بأن نصوصكم، نتكلم هنا عن النصوص المكتوبة. إذن il ne suffit pas que vos textes soient clairs et bien écrits، يعني أنه لا يكفي بأن نصوصكم تكون واضحة ومكتوبة جيدا. s'ils sont، إذا الكلام يدور حول النصوص. s'ils sont، إذا كانوا. s'ils sont، إذا كانوا truffés. truffé المقصود بأنك تملأ أو تحشو. نتكلم أحيانا عن الحشو، المقصود أنك تدخل كلاما ليس له علاقة بالموضوع، يعني أنه زائد، كما لو نقول أنه إضافي، أنك تضيف كلام دون قيمة. إذا نتكلم عن الحشو، إذا s'ils sont truffés، إذا كانوا محشوين، نتكلم عن النصوص de faute بالأخطاء. إذا نتكلم هنا عن حشو النصوص بالأخطاء وليس بكلام دون قيمة. عندما تحشو نصوصك بالأخطاء tout l'effet positif est gâché، كل تأثير إيجابي أغاشي، يعني أنه يضيع. طبعا تكلمنا فيما سبق عن كتابة النص بشكل أنيق، أنك ترتب الأفكار، ترتب الفقرات، تحاول أن تكون الأفكار المقترحة أنها متناسقة مع الفقرات التي تبدو مرتبة في النص. كل هذا المجهود، كل هذا التنسيق هو من أجل أن يكون للنص تأثيرا على القارئ. إذن هنا عندما يكون النص محشوا بالأخطاء توليفي بوزيتيف، كل تأثير الإيجابي الذي كنت تطمح له من خلال هذا التنسيق غاشي، يعني أنه يضيع. طبعا نتكلم عن لوفير غاشي، المقصود به يبدد، يفسد، يضيع، يعبت. إذا نتكلم عن لوفير غاشي، يعني أنك تفسد أو تعبت أو تبدد أو تضيع. إذن كل هذه المعاني ممكن أن تأتي في معنى غاشي. نقول مثلا il gâche le métier، المقصود بها il travaille à trop bon marché. il travaille à trop bon marché، يعني أنه يعمل كثيرا بثمن زائد، كما لو أنه يبخس المهنة قيمتها، كما لو أنه يضيع هذه المهنة. إذا نتكلم عن شخص يعمل كثيرا بثمن زائد، حتى أنه يضيع على الآخرين فرصة أن يتقاضوا قيمة ما يعمله. إذا نتكلم عن غاشي لو ميتي، كما نقول أنه يضيع المهنة، المقصود بها il travaille à trop، يعني أنه يعمل كثيرا بون مارشي، يعني بثمن زائد. هنا طبعا عندنا tout l'effet positif est gâché، يعني كل التأثير الإيجابي أنه يضيع. comme un beau vêtement qui serait maculé de tâches، إذن مثل لباس جميل. إذا نتكلم عن لو بوفيتمون، لباس جديد، كيسواري يعني أنه سيكون ماكولي، يعني أنه ملطخ. نتكلم عن لوفار ماكولي، يعني لطخة. إذا نتكلم عن هذا اللباس نقول عنه كيسواري ماكولي دو طاش، يعني أنه سيكون ملطخا بالبقع. نتكلم عن لوفار ماكولي أو كونديسيونيل بريزون، أو كونديسيونيل بريزون. طبعا تنعرف بأن لو كونديسيونال بريزون تيجي في عدة معاني، مثلا pour demander quelque chose poliment، يعني أنك تطلب شيئا بشكل لابق. لو كونديسيونال بريزون طبعا يستعمل من أجل أن تطلب شيئا بلباقة أو بأدب. تقول مثلا pourriez-vous fermer la porte s'il vous plaît، هل يمكنكم أن تغلقوا الباب من فضلكم؟ لا تقول pouvez-vous. pouvez-vous طبعا هي صحيحة، pouvez-vous fermer la porte s'il vous plaît، هي صحيحة،
لكن نستعمل مكانها بوغيفو، يعني فيها شيء من الأدب، فيها الأدب وفيها اللباقة. بوغيفو فيرمي لا بور سيل فو بلي، هل يمكنكم أن تغلقوا الباب من فضلكم؟ طبعا نستعمل لو كونديسيونيل بريزون أيضا بور دوني اون انفورماسيون سون سيرتيتود، أنك تعطي معلومة وأنت غير متأكد منها، وهو الذي عندنا هنا. نقول مثلا il se pourrait qu'il pleuve demain، يعني أنه يمكنه، طبعا نتكلم على الجو، il se pourrait qu'il pleuve demain، il se pourrait كما نقول أنه يمكنه ربما، qu'il pleuve demain بأنه يمطر غدا، نتكلم على الجو. نتكلم هنا على le verbe pouvoir وعلى le verbe pleuvoir. le verbe pouvoir يعني استطاع أو أمكن، et le verbe pleuvoir يعني أمطر. ثم أن le conditionnel présent يستعمل مع سي، يستعمل مع إذا، إذا نتكلم عن الشرط، إذا حصل كذا وكذا فإن النتيجة كذا وكذا. نقول مثلا si nous étions plus attentifs en cours nous finirions plus vite nos devoirs، لو كنا منتبهين أكثر في الدرس، si nous étions plus attentifs en cours لو كنا منتبهين أكثر في الدرس nous finirions يعني أننا ننهي plus vite nos devoirs يعني أننا ننهي بسرعة واجباتنا. Si nous étions plus attentifs en cours, nous finirions plus vite nos devoirs. Et donc, comme on a dit, on a comme un beau vêtement qui serait maquillé de tâches. Mitla, libasin jamil, mula tachbil boqa. Al-katiba, on a touché belle arta. Al-imla, il y a comme on a dit, on a mitla al-boqa, al-titou la tachtoub jamil. Fama, ma kana nas, al-ladi tachtoubou jamilan, عندما تكون في أخطاء إملائية فهي مثل البقع التي تلطخه وتضيع أثره الإيجابي. Il faut donc avancer en parallèle sur l'orthographe. Mais là encore, il ne faut pas se décourager. On peut réellement progresser, même si c'est un point faible. Il faut donc avancer en parallèle sur l'orthographe. Mais là encore, il ne faut pas se décourager. On peut réellement progresser, même si c'est un point faible. Il faut donc avancer. يجب إذن التقدم en parallèle كما نقول بالتوازي. parallèle تعني متوازي. نقول مثلا tracer une droite parallèle à une autre. tracer une droite يعني أنك ترسم مستقيما parallèle à une autre، متوازي لآخر، متوازي لآخر، المقصود متوازي مع آخر. المقصود هنا parallèle à une autre droite يعني أنه متوازي لمستقيم آخر. طبعا مادام أننا ذكرنا كلمة دغوات تجنبنا تكرارها، إذا نقول تخص إن دغوات يعني أنك ترسم مستقيما باغالال أن أوتخ متوازي لآخر. طبعا هنا عندنا أفونسي أون باغالال تتقدم بالتوازي. إل فو دونك أفونسي يجب إذن التقدم أون باغالال يعني بالتوازي، يعني هناك شيء ما يمشي وأنت تتقدم بالتوازي معه. يجب أن نتقدم في أي شيء بالتوازي. sur l'orthographe على الإملاء، على الإملاء. il faut donc avancer يجب إذن التقدم، كما نقول هنا il faut donc avancer en parallèle à tout ce que nous avons déjà vu، يعني أنه يجب التقدم بالتوازي لكل الذي قلنا فيما سبق. ما هي الأشياء التي قلناها فيما سبق؟ يعني أنك تحسن من الأسلوب، أنك تنظم الأفكار، تنظم الفقرات، تكتب النص بشكل جيد. إذن بالتوازي مع هذا الذي تقوم به وأنت تطور نفسك في هذا المجال، فبالتوازي مع هذا العمل tu dois avancer en parallèle sur l'orthographe. tu dois avancer en parallèle sur l'orthographe. يجب أن تتقدم بالتوازي مع هذا sur l'orthographe على الإملاء، وأنت تدرب نفسك وتحسن من أدائها في هذه الجوانب، فمن الأحسن أنك تدرب نفسك أيضا بالتوازي على الإملاء. il faut donc avancer en parallèle sur l'orthographe يجب أن تتقدم بالتوازي على الإملاء. مي ولكن là encore هنا أيضا، là encore هنا أيضا، il ne faut pas se décourager يجب ألا تحبط، يجب على الإنسان ألا يحبط. ديكوراجي يعني أنك تحبط، عكس التشجيع.
المقصود هنا بأنه عليك أن تتشجع. عندما نقول إنه faut pas se décourager، المقصود بها il faut s'encourager. Il faut s'encourager. يجب أن تتشجع. تقول كاتبة هنا mais là، ولكن هنا encore أيضا mais là encore، ولكن هنا أيضا il ne faut pas se décourager. يجب أن لا يحبط الإنسان. On peut réellement progresser. يمكن حقيقة التقدم. On peut réellement progresser. يمكننا حقيقة التقدم. Même si، حتى لو. Même si، ولو أن. C'est un point faible. هي نقطة ضعيفة. المقصود بأن الإملاء يعتبر نقطة ضعف عند الكثير. هذا هو المقصود. Même si، رغم أنه أو رغم أن. C'est un point. C'est un point، هي نقطة فابل، ضعيفة. المقصود أن الإملاء يمثل نقطة ضعف عند الكثير. On peut réellement progresser. On peut. C'est le vrai pouvoir. On peut. يمكننا réellement بشكل حقيقي progresser. التقدم. Même si c'est un point faible. المقصود أن نقطة ضعف عند الكثير. ثم تقول الكاتبة je donne simplement quelques pistes. أنا أعطي ببساطة quelques pistes. طبعا كلمة بيست تعني الأثر، أثر الأقدام، سواء كانت للإنسان أو للحيوان. كما لو أن هنا تعطي بعض الآثارات التي يمكن تتبعها، وممكن أن تعني أيضا تلك الطرق التي ترسم في الحلبات، حلبات السباق، سواء كانت للسيارات أو للخيول، تسمى أيضا بيست. وممكن أن تعني تلك الممرات المخصصة للتزحلق مثلا أو ما يشبهها. طبعا هنا نتكلم عن كما لو أن الكاتبة تريد أن تعطي بعض الإشارات أو بعض المسالك التي يمكن أن يتبعها الشخص. Je donne simplement quelques pistes. أنا أعطي ببساطة بعض الممرات أو بعض الآثار. D'abord, chacun de nous fait souvent les mêmes fautes de façon récurrente. D'abord, كما نقول قبل كل شيء، chacun de nous، كل منا، fait souvent les mêmes fautes de façon récurrente. يعني أنه يفعل غالبا نفس الأخطاء de façon récurrente، بطريقة متكررة. La récurrence, التكرار. Récurrent, متكرر. Récurrente, متكررة. D'abord, قبل كل شيء, chacun de nous fait souvent les mêmes fautes de façon récurrente. إذن كل منا يقوم غالبا بنفس الأخطاء de façon récurrente, بطريقة متكررة. Relisez donc plusieurs de vos écrits pour les repérer. Relisez donc. أعيد القراءة إذن. Plusieurs. عدة مرات. De vos écrits لكتاباتكم pour les repérer لتحديدها. المقصود هنا pour repérer les fautes، من أجل تحديد الأخطاء. Relisez donc plusieurs de vos écrits pour les repérer. أعيد القراءة إذن عدة مرات لكتاباتكم من أجل تحديد الأخطاء. Puis vous pouvez vous attaquer spécialement à ces points. ثم يمكنكم أن تهاجموا بشكل خاص هذه النقاط. المقصود يمكنكم أن تتعاطوا وتعالجوا بشكل خاص هذه النقاط. طبعا الفيرب اتاكي يعني انك تهاجم. اتاكي المقصود بها هاجمة. نقول مثلا il attaque une armée، يعني هم هاجموا جيشا. نقول مثلا il attaque une ville، هم يهاجمون مدينة. il attaque un navire، هم يهاجمون سفينة. نقول مثلا l'ennemi attaquera à l'aube، يعني ان العدو سيهاجم عند الفجر. l'ennemi attaquera à l'aube. نقول مثلا des malfaiteurs qui attaquent une banque. Des malfaiteurs qui attaquent une banque. إذا نتكلم عن مجرمون يهاجمون بنكاً. في حالة المؤنث نقول مالفيتريس. في المؤنث نقول مالفيتريس. نتكلم عن مجرمة مالفيتريس. طبعاً هنا الهجوم فقط معنوي. Puis vous pouvez vous attaquer. ثم يمكنكم أن تهاجموا بمعنى آخر أنكم تعالجوا أو تتعاملوا سبيسيالمون بشكل خاص أسي بوان مع هذه النقاط. ثم يمكنكم التعامل بشكل خاص مع هذه الأخطاء بعد تحديدها. Par exemple, كمثال en faisant des exercices en ligne sur des sites internet spécialisés. مثلا وأنت تقوم بتمارين en faisant وأنت تقوم des exercices en faisant en ligne على الخط sur des sites internet على مواقع الانترنت. سبيسياليزي يعني أنها متخصصة، متخصصة في طرح جمل
يصحح لك ثم يعطيك التنقيط بعد أن تختبر نفسك، وفي الأخير تعطيك التنقيط. مثلا موقع فرونسي فاسيل هو موقع من المواقع المتخصصة في هذا الأمر هذا، يعني أنه بعد كل درسين يعطيك مجموعة من التمارين، وبعد إنجاز التمارين يعطيك التصحيح مع التنقيط. Puis vous pouvez vous attaquer spécialement à ces points, par exemple en faisant des exercices en ligne sur des sites internet spécialisés. إذن كمثال بالقيام بتمارين على الخط المقصود على الانترنت sur des sites internet spécialisés على مواقع الانترنت المتخصصة. Vous obtenez, يعني أنكم تنالون. Vous obtenez à chaque fois votre score. يعني أنك ستنال في كل مرة votre score. السكور المقصود به مجموع النقاط. عندما نقول مثلا انتهت المباراة بثلاثة لواحدة، فهنا نتكلم عن مجموع النقاط لكل فريق. إذا نتكلم مثلا عن السكور فينال، السكور فينال كما لو نقول النتيجة النهائية. Par exemple, en faisant des exercices en ligne sur des sites internet spécialisés, vous obtenez chaque fois votre score. يعني أنك عندما تقوم ببعض التمارين على بعض المواقع مباشرة أونلين يعني على الخط، فوزوبتوني يعني أنك ستنال أشاك فوا فوتخ سكور، في كل مرة ستنال مجموع نقاطك. سوكي بيرمي دو سيتوي فو بروغري، سوكي بيرمي دو سيتوي فو بروغري. سوكي بيرمي الذي يمكن، طبعا نتكلم على لوفر بيرميتر. سوكي بيرمي إذن الذي يمكن دو سيتوي من موقعات، نتكلم على لوفر سيتوي يعني أنك تموقع شيئا، تقول بأن هذا الشيء يقع هنا، تقول بأن هذا الشيء يقع في هذا المستوى أو في هذا المستوى، يقع هنا أو يقع هنا، أنت تموقع هنا. إذن في هذه الحالة أنت تموقع. سوكي بيرمي دو سيتوي، هذا الذي يمكن من موقعات ماذا؟ فو بروغري، فو بروغري يعني تطوراتك أو تقدماتك، تطورك أو تقدمك. تقول مثلا بأن تقدمي كان في هذا المستوى ثم أصبح هذا المستوى، كنت أحصل على 5/10 فأصبح تقدمي في 8/10. إذن هذا التنقيط الذي تعطيك إياه هذه المواقع بعد تصحيحها طبعا للتمرين الذي قمت به، طبعا هذا يمكنك من معرفة مستوى تقدمك. إذن vous obtenez à chaque fois votre score، ce qui permet de situer vos progrès c'est plus ludique et moins décourageant que les classiques dictées. إنه أكثر لعبا، إنه أكثر لاعبا، المقصود أنه يشبه اللاعب، يعني أنه أقرب إلى اللاعب. عندما تكون على هذه المواقع فكأنك تلعب. سي بلو ليديك، سي بلو ليديك، ليديك غولاتيف أو جو، غولاتيف أو جو يعني أنه عنده علاقة باللاعب. سي بلو ليديك، إذن هذه التمارين هي أقرب للاعب. سي بلو ليديك، إنها أكثر لاعبية، إي موان ديكوراجون، وأقل إحباطا، إي موان ديكوراجون وأقل إحباطا، بمعنى آخر أنها لا تحبطك كثيرا كليكلاسيك ديكتي، كما هو حال الإملاءات الكلاسيكية. كليكلاسيك ديكتي كالإملاءات الكلاسيكية. Vous pouvez même obtenir sur certains réseaux des certifications que vous pouvez indiquer sur votre CV, car la bonne expression écrite devient aujourd'hui une compétence recherchée. Vous pouvez même, يمكنكم حتى، كما نقول يمكنكم أكثر من هذا، obtenir نيل المقصود أن تنالوا sur certains réseaux على بعض الشبكات des certifications يعني على شهادات، كما نقول des certificats يعني يمكنكم أن تنالوا على بعض الشبكات أكثر من هذا شهادات. إذا يمكنكم أن تنالوا أكثر من هذا شهادات على بعض الشبكات que vous pouvez indiquer sur votre CV التي يمكن أن تشير إليها على سيرتكم الذاتية. نتحدث هنا عن الورقة التي تجمل سيرتك التعليمية والتكوينية والمهنية، إذا نسمى سيفي. إذن التي يمكن أن تشير إليها على ورقتك التي تمثل سيرتك التعليمية والتكوينية والمهنية، إذن تسمى سيفي. إذن كما قلنا هنا vous pouvez même obtenir sur certains réseaux des certifications que vous pouvez indiquer sur votre CV car la bonne expression écrite، لأن التعبير الكتابي الجيد دوفيان، طبعا نتكلم على الفيرب دوفونير يعني أصبح. إذا دوفيان يعني أنه أصبح أجوردوي اليوم إن كومبيتونس روشيرشي، إذا أصبح قدرة روشيرشي مبحوث عنها، روشيرشي
مبحوث عنها. نقول عن شخص بأنه غوشيرشي يعني أنه مبحوث عنه من طرف مثلا الشرطة. نتكلم عن لي كومبيتونس غوشيرشي، نتكلم هنا عن القدرات المبحوث عنها أو عن الكفاءات المبحوث عنها. نقول عن شخص بأنه كومبيتون يعني أنه كفء. نتكلم هنا عن اون كومبيتونس غوشيرشي، اون كومبيتونس غوشيرشي، نتكلم عن قدرة أو كفاءة مبحوث عنها. طبعا الكفاءة المبحوث عنها هنا هي لا بون اكسبريسيون اكريت، يعني التعبير الكتابي الجيد. المقصود المبحوث عنه هنا هو الشخص الذي يمتلك قدرة في كتابة التعبير الكتابي الصحيح، في كتابة التعبير الكتابي الجيد. Quand vous avez fini d'écrire un texte, prenez aussi l'habitude de vous relire plusieurs fois en faisant porter votre attention sur des points différents. Une fois sur la cohérence et la clarté de votre texte, et une fois uniquement sur l'orthographe. Vous apprenez à vous corriger vous-même et vous ferez peu à peu moins de fautes car votre œil va s'exercer à les chasser. Quand vous avez fini d'écrire un texte, عندما تنتهون من كتابة نص، prenez aussi l'habitude de vous relire plusieurs fois. خذوا أيضا العادة de vous relire plusieurs fois بالقراءة عدة مرات. Prenez aussi l'habitude de vous relire plusieurs fois. خذوا أيضا العادة، عادة ماذا؟ القراءة، القراءة عدة مرات. De vous relire plusieurs fois. القراءة عدة مرات. ليس فقط القراءة. En faisant جاعلا أو عاملا. En faisant porter votre attention عاملا على حمل votre attention انتباهك. عاملا على حمل انتباهك. En faisant porter votre attention عاملا على حمل كما نقول انتباهك. Sur des points différents. على عدة نقاط مختلفة. إذن عندما تنتهي من الكتابة لا بأس بها أنك تأخذ العادة، تأخذ عادة القراءة لهذه الكتابة عدة مرات. En faisant porter votre attention عاملا على رفع أو حمل انتباهك sur des points différents على عدة نقاط مختلفة. une fois مرة المقصود مرة تحمل انتباهك. Sur la cohérence et la clarté de votre texte مرة تحمل انتباهك المقصود أنك تنتبه. Sur la cohérence تحمل انتباهك على التنسيق، على التناسق. Sur la cohérence على التناسق et la clarté de votre texte وعلى وضوح نصك. إذن وأنت تعيد القراءة بعد النهاية من الكتابة إذن طبعا تنتبه للتناسق ووضوح النص. إذن une fois sur la cohérence et la clarté de votre texte. إذن مرة تحمل انتباهك على التناسق ووضوح النص. Et une fois uniquement sur l'orthographe. Et une fois uniquement sur l'orthographe. ومرة فقط المقصود ومرة تقرأ وأنت تركز على sur l'orthographe على الإملاء. تقرأ مرة أخرى وأنت منشغل فقط بتصحيح الأخطاء الكتابية. Vous apprendrez, vous corrigez vous-même. Et vous ferez peu à peu moins de fautes, car votre œil va s'exercer à les chasser. Et vous ferez, يعني أنك ستفعل, عندنا لفير فيغ au futur simple, يعني أنك ستفعل, peu à peu moins de fautes, يعني أنك ستفعل, في القادم الأيام, peu à peu moins de fautes, يعني أقل فأقل من الأخطاء, أقل فأقل من الأخطاء, car votre œil, لأن عينك, va s'exercer à les chasser. ستتدرب على اصطيادها. ستتدرب على اصطيادها، يعني أن عينك ستتدرب على اصطياد هذه الأخطاء، وبالتالي فأنت ستقوم في قادم الأيام بأخطاء أقل فأقل. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.